شفت اخبار ملهاش 30 لازمه؟ ما شفتش. تعال عمر كمال بيقول انا تعبت نفسيا والناس بتقولي ان فلوسك حرام وربنا مش تقبل منك الخير، فانا عايز حد من شيوخ الازهر يرد عليا عشان لو كده مش هعمل خير تاني. ونيال عنبر بتقول البلوجرز اللي عايزين يمثلوا يدفعوا ويفيدوا النقابه. وحسام حبيب بيقول انا كنت بشرب 5 كوبايات شاي من الحاله العصبيه اللي وصلت لي ليها شيرين. الهام شاهين بتقول انا عيلتي من انضف واشرف الناس ولازم نحضن ونبوس بعض. واميره اديب بتقول انا مش فالحه في حاجه غير في الفن. وحسام حبيب برده بيقول انا اهلي كانوا هم اللي بيصرفوا عليا ايام ما كنت متجوز شيرين. واميره اديب برده قلت لربنا يا رب لو المفروض اعمل مزيكا ابعت لي اشارات. لسه بتقول انا كل ما الاقي وزني بيزيد اروح احب عشان مفيش حد بيسد النفس قد الرجاله. انتصار بتقول احنا متربيين على سينما كلها كوبولات. ومنى عارفه بتنصح الستات عشان تعرف تبسط جوزها لازم تخف كرنب. وياسمين عز بتقول ان الست متجوزه شعرها بيطول لما جوزها بيبوسها من راسها. ليه؟ متجوز زيت البرهان. وسام منير بيقول للناس لو سمحتوا استحموا مش هتخسروا حاجه، الموضوع بسيط لازم ريحتي تبقى حلوه. ودول ولاد راغب علامه ومنزلين صورتهم مع الحاجه مامتهم. ولا صدي بتقول انا كل بدايات المخرجين كانوا بيطلبوني عشان البس مايو. والكتكوت سعره وصل 52 جنيه ومحدش عارف ليه. الله يرحم زمان الكتكوت كان بربع جنيه. لا وكنا بناخده ملون كمان.